تعالوا حضراتكم كده يعني نستعرض مع بعض ليه بيعملوا حوادث السكة الحديد دي، ليه بتحصل؟ هل عشان خاطر زي ما كانوا بيقولوا الجرارات؟ طب ما كان قبل ما تيجي الجرارات كنا بنقعد سنين طويلة جدا ما بيحصلش حوادث، ومع ذلك جت جرارات جديدة وبيحصل حوادث. هل عشان خاطر التطوير اللي بيحصل في السكة؟ هل عشان السواقين دول جداد مثلا، ما السواق ده نفسه سايق 1000 رحلة قبل كده، ايه اللي بيخلي في حادثة محصلة دلوقتي؟ لما تيجي تستعرض حادثة سوهاج مثلا، تعال نشوفها واحدة واحدة كده. مواطن شد الفرامل بتاعة اليد، وده غلط، ده بيحصل كتير جدا. جرار طالع، السواق ما كانش راكب في الجرار والنيابة قالت كده وزميله مضى مكانه. في تهريج بيحصل، تهريج بيحصل من الناس اللي شغالة. أنا مرة كنت رايح أركب قطر متأخر ساعة في رمسيس، وألاقي 3 4 سواقين ماشيين بيعزموا على بعض يركبوه. الكلام ده أنا شفته بعيني. يعني لما يبقى قطر طالع من مكان لمكان اسمه قطر محافظات، بيقف في محطات محافظات بس، ما ينفعش يقف في مراكز، أو ما ينفعش يقف في أماكن محطات صغيرة، فتلاقيه رايح واقف في مثلا محطة قهة عشان ينزل سواق زميله راكب من طنطا معاه رايح قهة، رايح قهة، مش هينفع ينزله حتة تانية لأن التوك توك بتاع أبوه. لما يجي قطر مثلا ناسيينه واقف في المخزن كده في طنطا مثلا ساعة كاملة، ساعة 55 دقيقة و60 دقيقة، عشان خاطر قطر تاني هيعدي، ما يا فندي مشيه وهيبقى وصل دمنهور. يعني الإهمال ده ناتج عن العنصر البشري الغير مسؤول، العنصر البشري اللي ما عندوش ضمير. لأن أنت لما تيجي تحسب أي حجة بتتقال هتلاقي في رد عليها. لو الجرارات كانت جرارات قديمة وكان ما بيحصلش حوادث، وجات جرارات جديدة ومع ذلك بيحصل حوادث، فأنت لو عالجت المسألة بالجرارات فمع ذلك بيحصل حوادث. أي حاجة بيدعوها هم دول عليها رد والله حقيقي ومنطقي، والناس اللي بتسافر وبتتحرك عارفة. طب ما بتسكت فترة طويلة جدا ما بيحصلش حوادث والقطورة كلها شغالة ليه؟ لأن هم مش عايزين يعملوا حوادث. افتعال الأزمات، افتعال الازمات مش شرط يكون زي ما بيتحللوا البعض ان في اخوان بتعمل، ممكن، لكن يكفي ان الفئه دي، فئه السواقين والناس المسؤوله عن القطارات دي، فئه بينهم ترابط على الغير غير يعني على الشر. يعني لما حد منهم بيغلط ما بيقول، مش كلهم طبعا، فيهم ناس محترمه كتير اكيد، بس المعظم والسواد الاعظم بيتضامن مع المخطئ. يعني واحد بوظ حاجه ما بيقولوش مثلا ده بوظ ويجب ان يحاكم، لا، بيتضامنوا معاه ويقرفوا الباقيين في عيشتهم، ويفضلوا مده شهر او اكتر او شهرين قارفين الناس، ما فيش مواعيد، ما فيش رحلات في ميعادها، ما فيش كذا، ما فيش كذا، وبعدين في الاخر بقى يعني يحصل تدخل فمن الوزير او كده، زي ما الوزير نزل محطه المنيا الجراشات، لا، الناس مش موجودين. صدقوني والله العظيم الدولة بتحارب في اتجاه عشان خاطر تنظم وتعمل وتطور، والوزير نشهد له انه بيطور، لكن الناس اللي وراه مش على نفس المسؤولية ان هم يعملوا ده. في ناس تقول لك الحكومة، يا اخوان برضه في حتة محتاجة ان اوضحها، الحكومة، ناس الوزارة، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الوزراء اللي بيحكموا، كل ده مسؤولين، دول الحكومة، لكن الموظفين اللي في القطاع الحكومي دول شعب، ناس من الجمهور شغالين موظفين في القطاع الحكومي، في غيرهم شغالين في القطاع الخاص، وفي غيرهم عندهم عمل حرة، وفي غيرهم بطالة، وهكذا. دي التقسيمة. فمش معنى ان واحد شغال سواق قطر او سواق حتى بوزير معناه انه هو حكومة، لا، ده واحد من الشعب له انتماءاته وله توجهاته وله افكاره، وله انه مش عاجبه الفلوس اللي بياخدها، وله انه مش عاجبه ان زميله يتحاكم، وليه ما اعرفش ايه، وهكذا. الناس اللي شفناهم راكبين الكابينة بتاعت القطر عمالين يرقصوا على مهرجان، دول سواقين عندهم ضمير؟ اللي وراهم 1000 بني آدم راكبين في القطر. انت عايز تفهمني ان قضية التي سي دي ولا الاي تي سي اللي بيقولوا عليها دي المشكلة؟ ولما الوزير قرر ان الرحلات تتأخر عشان خاطر مراعاة الاماكن اللي ما فيهاش الخدمة دي، طب قبل ما يخترعوا الخدمة دي كلها ما كانت القطورة كلها ماشية، وكنا بنسافر، وكانت الناس بتسافر من عشرات السنين. القضية مش كده، بيبلغوا الوزير ان الجرارات، جاب لهم جرارات، قاموا مبلغينه عشان الاي تي سي، فجاب لهم اي تي سي، وهكذا. بعد ما يخلص كل حاجة هيعملوا حوادث. برضه بيجي فترة اسبوع 10 ايام هم عاملين كذا حادثة ورا بعض ويسكتوا. يعني حتة ان هي بتتعمل بالامر دي او بامر موجه كده ما تلفتش نظر حد، ان هي بتتعمل في اوقات محددة ويسكتوا بعدها، يبقى مش بالمزاج دي. ان قطر يطلع من القاهرة، قطر 157 ده اللي هو بيطلع من اسكندرية للأقصر واللي كان في الحادثة ده، قطر يتعجن عربيتين، والجرار وعربية القوى اللي وراه يتعجنوا 4 عربيات، والسواق مفيش حاجة خالص، السواق كان نايم في البيت والمساعد بتاعه كان مش في الكابينة، ما جرهمش حاجة، ما يلفتش نظر حد ده برضه.
ان الناس دي هم اللي عاملين الموضوع، او الناس دي امروا او كلفوا بان يعملوا ده، وبعدين يحصل هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين يسكتوا، ما يلفتش نظر حد ده برضه؟ يعني هل ده ولا بس احنا بس اللي نتلقى العذاب بتاع انك تبقى مسافر من الساعه كده؟ قطر 157 ده من القطور النموذجيه، مع انه قطر عادي كان بيطلع من اسكندريه 7:15 تقريبا، يبقى في القاهره 10 ولا حاجه، اقل من 3 ساعات تلاقيه في القاهره. حاجه جميله جدا، احسن من قطار مكيفه تانية. انا كنت بركب بتاع 3:30 وبتاع 8 و10 بالليل مكيف، ما بيمشيش بالسرعه دي وبالحلاوه دي، ومع ذلك عجنوه يعني بسبب الاهمال ده. مواطن يشد الفرامل، وده غلط جدا، وبيحصل على فكره تلاقي القطر طالع نفس القطر ده عند ابو حمص مثلا كده ما بيقفش، لانه محافظات، تلاقي واحد عايز ينزل في قريه في عزبه جه شدد الفرامل دي او موقف، انا ما اعرفش بتقف ازاي، بس بيوقفوا يفضي الهواء بتاع القطر عشان خاطر سعادته ينزل، ما حدش بيتخذ معاه اي موقف، فينزل وغرفة داهية، والقطر بقى يقعد يجمع هوا تاني، او ما اعرفش بيعملوه ازاي برضه، ياخد له ربع ساعة تلت ساعة بعدين يبدأ يمشي. نفس ده اللي حصل في سواج، قام جاي حد مفضي الهوا، التاني دخل وراه مش عارف ان في قطر واقف، لانه مش متابع والكابينة مش متابعة والدنيا مش متابعة، وحاجة ما يعلم بلا ربنا، لان يعني والتاني اللي بيروح يوقف في اها ده، قطر محافظات يوقفوا في اها عشان خاطر ينزل صاحبه، وهكذا. كان قطر فيه اللي هو بتاع الفيوم ده مثلا من اسكندرية للقاهرة ما بيطلعش كمساري فيه قبل ما تتعمل الغرامات بتاعت العمال الوزير كامل الوزير. الاهمال ده بقى، الكمسريه دول كلهم كانوا فين؟ ما كانوش موجودين، بيطلعوا متوظفين وكل حاجه، ما كانوش بيعملوا شغلهم. السواقين اللي كانوا مع لهم مواعيد ما بيعملوهاش. فانت جيت تيجي تقول لي بعد كده اصل السكه فيها والجرارات، ما جات الجرارات. هم نفس الاشخاص، يجب على الدوله ان هي تعلم ناس تانيه خالص السواقه بتاعت القطوره دي، عشان ما تتحوجش من دول خالص. والله دول بيتعاملوا مع الدولة على انهم مالكين حاجة معينة او خبرة في حاجة معينة وبيساوموا بيها. وبعدين بقى تطلع الناس، حتى في اعضاء مجلس الشعب بقى وبتاع، والوزير ماله، الوزير عايز كل حاجة زي العسل، والوزير شغال في حتة تانية كتير وشغال في دي كتير، طورت قضبان كتير جدا وجرارات كتير جدا وعربات كتير جدا، وفي تطوير حقيقي بيحصل، عايزين يبوظوه عايزين يوقفوه ويوقفوا العجلة بتاعته. والتاني اللي كان دخل الجرار زي ما قلت في رمسيس ده، كان الوزير اللي دخل بيه، الوزير السابق حتى كان دخل وكان شغال الراجل مهندس بتاع طرق. يعني كل ده لازم نفكر فيه بعقل، نفكر فيه لمصلحه بلدنا، مش يعني وهيصه ومع الهيصين وخلاص، نهيص مع الهيصين وخلاص، وكله بيقول الوزير يبقى نقول الوزير. طب ما عالجوا الناس دي، وتعالى بقى على حاجه تانيه، المخدرات اللي بيشربوها. تعالى امسك على موضوع المخدرات بقى، ده كتير جدا منهم بقول لك واقفين في الكابينه بيحششوا بيغنوا مع المهرجان، والناس اللي بتركب مع السواقين في الكابينه روحوا وقفوا برضه في المحطات وشوفوا المعجنه اللي جوه الكابينه، الزمايل والحبايب والقرايب وبتاع. توك توك يا جماعه، القطر ده توك توك، توك توك بتاع ابوه، بتاع ابو سواق القطر، فبيعملوه زي ما عايز، ويسيب الكابينه ويمشي، والتاني يمضي مكان التالت، والرابع يروح مكان الخامس، وهكذا هي ماشيه كده. ولو ما حطناش ايدين على الغلط ده ونحدد ده ونعاقب ده، هنفضل نحكي في الهيصه دي كل سنه، يعملوا لنا شويه الحوادث دول في التوقيت الفلاني وخلاص، ونقعد بقى نقول الوزير والبتاع افهموا الموضوع فين؟ ركاب القطوره وانتوا تعرفوا، شوفوا الزباين، شوفوا الجمهور اللي قاعد اللي بيروح يشد الفرامل وعاقبوهم، شوفوا الباعه الجائلين واللي بيعملوه، شوفوا العيال اللي بتحدف القطر بالطوب، شوفوا الكمسريه اللي ما بيركبوش القطر ما بيشتغلوش، شوفوا السواقين اللي ما بيجوش في ميعادهم، شوفوا السواقين اللي بيدخلوا القطوره في بعضها. القطر اللي كان داخل في اسكندريه عند ابيز برضه عجن، ليه انت نايم؟ لا هو مش موجود، سعادته نايم في البيت مش نايم في القطر، سعادته جايب زمايله يغنوا في الكابينه، ما هو الكابينه دي الصاله بتاعتهم وسط الدار عندهم، ما ده الواقع اللي احنا عارفينه، يضرب حشيش ويضرب بلاوي على دماغه ويطلع سوق القطر. لا ازاي؟ وبعدين نيجي نقول لك الدوله والبتاع، والله العظيم حاجه تصعب. سيبك بقى يعني التهريج اللي بيعمله ده، تعالى بقى شوف الاخطار بقى، ناس تموت، ناس غلابه، وناس طالعه تاكل عيش، وناس طالعه تزور بعضها، وناس ستات كبار وشقيانين وشباب رايحين متغربين في بلادهم عشان يشتغلوا، فيركب بقى القطر مروح الصعيد يا عيني يموت. حاجة لا تقدر بثمن ولا تعوض، ولا يمكن أبدا شيء يعوض ده. واحد تاني بدل ما يموت يتكسر عظمه ويتعمي ويتبهدل ويفضل عاجز طول عمره، ولسه 20 سنة 22 سنة 25 سنة،
عشان سعادته شارب مخدرات تاني لا يولعوا فيه. تعالى بقى كمان على حجم الخسائر، جرارات بالملايين وقطورة بالملايين، وكل ده يتردم من فلوسنا من وحقنا وحق الشباب دول. الشباب دول حقهم. وتعالى بقى تعطيل رحلات بعد كده، القضبان باظت يوم كامل ولا يومين ثلاثة بقى على ما يصلحوا ويوضبوا وهكذا، والشباب التانيين بقى اللي عايزين يروحوا ما يعرفوش يروحوا وهكذا. وتيجي تكلم مسؤول من دول يقول لك روحوا اركبوا ميكروباص عشان تعرفوا قيمتنا، ده هتاخدكم. نعرف قيمتكم ازاي؟ انتوا هو دي قيمة كده يعني؟ هتموتونا وتقرفونا يعني؟ وبعدين الناس بقى تقعد تهيص في هيصة ملهاش دعوة بالموضوع خالص خالص. والله ما في أي حاجة، أنا راجل بسافر بقالي سنين وعارف ما في حاجة تضر القطورة غير العنصر البشري اللي في القطورة. يا عم ده قطر له نظام والوضع، اللي بيسوق توك توك بيعرف يروح فين ويجي منين، مش قطر. فأنت وبعدين ما السواق ده نفسه كان سايق 20 سنة فاتت، ما عملش حوادث ليه قبل كده؟ ما كانش ناوي، ما حدش قال له اعمل. ما هو بيعرف يسوق حلو، ما كانش بيغلط ليه قبل كده؟ لأنه كان بيسوق صح، المرة دي عايز يسوق الغلط، بيسوق في العوج، سوق العبط. ده اللي احنا عايشينه وده اللي احنا بنعاني منه كلنا. ربنا يرحمنا برحمته يا رب، يعني البلد دي تتطهر من الرذائل دي، من البلاوي دي، ونعرف نحط ايدينا على الغلط وعلى الجرح. دي اهم حاجة، ان احنا نعرف نعالج بعد ما نشخص صح، مش ان احنا نقعد نهيص وبعدين تموت وتسكت عليها سكتة كبيرة وبعدين هوب تلاقي حوادث تاني. الحقوا القطورة والناس اللي ماتت واتعجنت في العياط، والناس اللي خط الصعيد ده بالذات منكوب، ودايما المجرمين دول بيضحوا بيه. واسكندرية كان فيها كله والله يعني، بس انا بصعب عليا بالذات بتوع الصعيد بيبقوا جايين اسكندرية جايين القاهرة، وبقى بشوفهم انا وعارفهم وبركب انا 157 ده تحديدا عارفه كويس، اللي هو بتاع الاقصر ده بيبقى وقطر نموذجي. هو زحمة جدا طبعا عشان بيغطي محافظات كتيرة، بس هو ماشي وجميل، لكن للأسف لما يتهفوا في عقولهم يا ربنا ينتقم من كل ظالم.